ثلاث سنوات، فما ما فيش لا حرب في مناوشة مرة يرون أشياء من بعد ويعرب، هذه ليس حرب. وأدعوك لقراءة تقرير تاع الأمين العام، تشوفي أن ليس هناك حرب، ليس هناك لا أموات لا دماء لا مناوشات لا أي شيء. فهذاك مع الأسف أنت تقرأين بلاغات البوليساريو أو بلاغات الجزائر، حاولي تقرأي بلاغات أو تحاليل تاع الدول، يعني الصحافة الدولية المحترمة التي تقول وتبلغ based on على أساس زيارة التي يقوم بها الصحفيين أو الدبلوماسيين أو أعضاء تاع الأمم المتحدة، السكرتارية تاع الأمم المتحدة، لكي تتأكدين أن ليس هناك حرب في الصحراء وليس هناك دماء. الحل ليس لحقن الدماء ولكن لإغلاق الملف هي الجزائر. يوم الجزائر تقرر أن تقف دعمها السياسي والعسكري والمالي وتترك أراضيها تحتضن فيها يعني مرتزقة، تحتضن فيها مجموعات مسلحة، هذاك اليوم سوف يحل المشكل. وطبعا احنا أملنا أن هذا الشيء سوف يحصل في جيلنا عما قريب وليس في الأجيال المقبلة. على العموم المغرب في أرضه في صحراءه، الصحراء في مغربها، وإحنا نبني. الجزائر تريد أن تدمر، تريد أن تخلق مشاكل، ولكن إحنا ما بيهمناش. اللي تهمنا هو عزيمتنا، قوتنا، والإرادة ديال الشعب وملك، والإرادة الدولية التي تساند الآن. شوفي غير الزيارة ديال ماكرون كيف مرت، تصريح ديال ماكرون، القنصليات التي فتحت، هذا يعني لما تفتحي 30 قنصلية هذا يعني أن في حرب. لما يكون فيه مؤتمرات هناك دولية هذا في حرب، لما تكون فيه هنا أكبر ميناء في غرب إفريقيا، ما يمكن يبنى أكبر ميناء في غرب إفريقيا لكن في هناك حرب وفيه دماء. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.